فالمسألة كلها تدور على تكميل خصال الخير فيك، وأول ذلك أن تسأل نفسك ما الذي ينقصك وما الذي حصلت، بشرط أن تتحلى بالصدق، والصدق قيمة ذات صبغة إنسانية، يعني يقدرها الخلق ولو كانوا من أهل الكفر، فالكفار كانوا يقدرون قيمة الصدق، ووصفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق الأمين، ولما دعاهم وقد صعد الصفا قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، منقبة يشهدون بها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من آثار النبوة الأولى، ومما جعله الله مركوزا في النفس الإنسانية من احترام هذه الخصلة التي لا تستقيم الحياة إلا بها، لأن الكذب قلب للحقائق، تغيير للواقع، والواقع ثابت، فهو يجعل الأمور مضطربة، يجعل المرء كأنما يمشي على رأسه. الكذب أمره كبير جدا، ولذلك كان الصدق عظيما جدا، والصدق يثمر الوفاء، لأن الوفاء إنما هو صدق في الوعد، صدق في الموقف،